بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ذراه. هذا المهرجان الذي يأتي بالتزامن مع كأس العالم وهذا المونديال الذي نشهد من خلاله حضور العالم وكل العالم في دولة قطر، فمرحبا بالجميع. ويأتي أيضا بالتزامن مع أيام وأفراح الدولة باليوم الوطني للبلاد الذي سيكون في 18 من ديسمبر من هذا الشهر. نتمنى التوفيق للجميع، نصل إلى أشواط الجذاع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، حيث يستعد الشوط الأول الرئيسي في هذا اليوم الخميس 8 من ديسمبر لعام 2022، كما نشاهد هذا الحضور الجماهيري الكثيف وأيضا العالم الذين حضروا من كل مكان من كافة دول العالم لمشاهدة فعاليات السباق وهذا المهرجان السنوي الكبير. هذه الرياضة العربية الأصيلة، هذه الرياضة العربية العزيزة التي توارثناها جيلا بعد جيل. ما أجمل هذا المنظر ووسائل الإعلام تتناقل هذا الحدث الأصيل، هذا التراث العريق. هكذا مشاهدين الأعزاء، هذه هي أيام مهرجان المؤسس. نصل في هذا اليوم إلى ختام فعاليات السن الصغير لنبدأ في مساء الغد بإذن الله بأشواط التراث ويليها أشواط سن الثنايا والحيل والزمول. نتمنى التوفيق للجميع ونهنئ جميع الفائزين في الأيام الماضية في هذا المهرجان السنوي الكبير، حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. شوط الجذاع الرئيسي مشاهدينا الكرام يستعد في هذه اللحظات للانطلاقة على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية وقناة الكاس موقع الأبرقة لسباقات الهجن في بث مباشر. هذه هي الصور تأتيكم على الهواء مباشرة من أرضية ميدان الشحانية. على الهواء تأتيكم هذه اللقطات وهي الاستعدادات النهائية لانطلاقة شوط الجذاع الرئيسي المسائي. فلمن ناموس هذا الشوط؟ حضرت المؤسسات بكافة أقطابها ومضمرينها آملين ومتمنين اختطاف رئيسي الجذاع في هذا المساء. وهكذا مشاهدين الكرام ينطلق هذا الشوط بسم الله وعلى بركة الله، ينطلق رئيسي الجذاع في هذا المساء حضور التماس الحرقة الحصباه الضبي البشاير الحذرة الكايدة، محبة ومهمة رسمية وتوجاد الجادل ومسرة السليمية والغارية وترف وسمحة. 17 اسما حاضرا نوعيات الليلة، نوعيات غير نوعيات حازت على الرموز على السيارات على الجوائز العينية والذهبية. فلمن هذا الشوط من هذه المؤسسات وجماهيرها، كما نعلم جميعا بأن هذه المؤسسات في كل مكان لها قاعدة جماهيرية ترشحها تشجعها أسوة بالرياضة الأخرى وبالرياضات الأخرى ككرة القدم وغيرها من الرياضات. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول على الهواء مباشرة الغارية هجن الشحانية كعادتها دائما تسيطر على المقدمة، تسيطر على الأشواط من بدايتها إلى نهايتها. هذه الغارية على المركز الأول من هجن الشحانية مع مضمر سالم بن فاران المضمر الذهبي، بينما المركز الثاني وصلت البشاير من هجن المرقاب المملوكة لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر، الثاني ضمرها خميس بن سعيد الغوشري في التضمير. ننتقل للمركز الثالث اللي وصلت الحذرة لهجن الشحانية، يضمرها فاران بن محمد بن قريع يتابع الحذرة اللي على المركز الثالث. خلونا ننتقل للمركز الرابع ونشوف من القادمة. تصل سمحة لهجن العاصفة، يضمر سمحة غياث الهلالي. هجن العاصفة حضرت في الفترة الصباحية
وكانت ندا قويا في أشواط الصباح، وجماهيرها أيضا تترقبها في الفترة المسائية. شوط القعدان الرئيسي في الفترة الصباحية ذهب مع شعار هجن العاصفة، وبالتالي مرشح أيضا لاختطاف أشواط المساء، بينما الدخول على سمحة والتسلل من قبل وصل الترف لهجن الشحانية يضمرها سالم بن فران، يقدم ترف على المركز الرابع من هجن الشحانية، بينما سمحة العاصفة على المركز الخامس لهجن العاصفة التابعة والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. فمرحبا بهذه المشاركة وبهذا الشعار الجماهيري غيات الهلالي في عملية التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. هناك أسماء لم ولن يحل موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، نترقبها في الأمتار الأخيرة في الكيلوين تقريبا، في الكيلوين أيضا ستصل هذه الأسماء المرشحة العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. ما زالت الغارية على مقدمة الشوط من هجن الشحانية، أخذت تلاحقها في المركز الثاني الحذرة من هجن الشحانية، أيضا واصلة على المركز الثاني الحذرة يضمرها فران بن محمد بن قريع، بينما المركز الثالث تقدم الترف أيضا لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فران، بمتابعة سالم بن فران البشاير على المركز الرابع، ومن تتسلل المركز الرابع لهجن المرقاب يضمرها خميس بن سعيد الغوشري، بينما المركز الخامس وصلوت. يا سلام نشوف هذا السيل يا مخرجنا بن خزينة وابو شارب، نشوف هذا السيل الجارف، هذا السيل الجارف من الشعارات القادمة والسيل الهادر. أول المنطلقات الحرقة بدأت بالتسلل الحرقة، يا سلام حلوت المنافسة. هناك أيضا أسماء واصلة في المركز الثالث الرابع والخامس وما يليه من مراكز الحرقة. الحرقة لهجن الشحانية يضمرها جار الله بن عقيل البرنس، من قدم مسره في رئيسي اللقايا في ليله البارحه، حاضر الليله مع الحرقه في المركز الرابع، بينما المركز الخامس تقدمت محبه لهجن الشحانيه مضمر فران بن محمد بن قريع. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، واود الاشاره الى ان الخمسه المراكز المتقدمه الاولى شحانيه اللون، شحانيه اللون العنابي الادعم يسيطر على الخمسه المراكز المتقدمه الاولى مع المضمرين سالم بن فران من يتابع المركزين الأول والثاني مع ترف ومع أيضا الغارية، بينما المركز الثالث الحذرة لهجن الشحانية مع فران بن قريع، المركز الرابع وصلت الحرقة لهجن الشحانية مع جر الله بن عقيل، المركز الخامس انطلقت فيه محبة لهجن الشحانية مع فران بن محمد بن قريع، معركة 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 على اختطاف الشوط الرئيسي، على انتزاعه على انتزاعه. ما زالت أيضا ما زالت هجن الشحانية تسيطر على المراكز المذاعة وعلى دائرة النداء في هذا الشوط الرئيسي في أقوى أشواط الجذاع في هذا المساء. ما زالت المقدمة شحانية، شحانية مع ترف مع ترف، بينما الملاحقة من الحذر لهجن الشحانية أيضا مع فران بن محمد بن قريع، ترف مع الذهبي سالم بن فران المركز الثالث، طارت محبة لهجن الشحانية، فران بن قريع يتابع محبة على المركز الثالث، بينما الحرقة على المركز الرابع لهجن الشحانية أيضا مع البرنس جار الله بن عقيل، والخامس تصل التماس لهجن الشحانية أيضا مع برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل. هناك أسماء تقترب من دائرة النداء والإذاعة، ولكن الجدير بالذكر بأن هجن الشحانية تسيطر وتسابق الزمن على اختطاف ناموس الشوط. الله يا سلام، هجن الشحانية تقدم لجماهيرها في كل مكان، تطمن جماهيرها بأنها على الموعد دائما وأبدا في الأشواط الرئيسية، في الأشواط النارية، في الأشواط الحساسة. هذه مؤسسة هجن الشحانية، هذه المؤسسة الرائدة في عالم سباقات الهجن، هذه المؤسسة التي استقطبت الجماهير من العالم من كل مكان، أصبح لها محبين مشجعين مرشحين مع مختلف المضمرين. العودة
العودة إلى ترف، ما زالت تؤمن الموقف، ما زالت تسيطر على مقدمة الشوط من هجن الشحانية العملاقة، من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران، من أبدع في أشواط الذهب، في أشواط الرموز، في أشواط السيوف. سالم بن فران نار على علم في عالم التضمير، يظهر ويثبت في مثل هذا المساء، المساء الطاحن، هذا المساء الذي يشهد مطحنة الجداع، منافسة الجداع. ما زال الترف مع مقدمة الشوط لهجن الشحانية، سالم بن فران على الموعد مع ترف، بينما محبة تتسلل من هجن الشحانية. يا سلام، فران محمد بن قريع أخذ يقدم ترف، يطلق لها العنان مع الأمتار الأخيرة، ولكن وصلت الشعارات، اقتربت الشعارات، العاصفة تصل، العاصفة تصل على المركز الرابع، هجن مرقاب تصل مع المركز الرابع، هجن زعبيل تتقدم. الله، يا سلام يا سلام، أين يتجه الشوط حتى هذه اللحظات؟ هجن الشحانية أخذت بالانطلاق، هجن العاصفة، هجن المرقاب، لمن الناموس؟ شحاني، عاصفي، مرقابي، زعبيلي، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، هجن الشحانية، هجن الشحانية أخذت في هذه اللحظات مع الحذرة، فران بن محمد بن قريع يقدم الحذرة، العاصفة العاصفة العاصفة، سمحة العاصفة مع المركز الثاني، بينما الشحانية أسلمية قادمة، وهجن المرقاب تصل في هذه اللحظات مع الظبي لهجن المرقاب. الشوط الرئيسي، العاصفة والشحانية، الشحانية والعاصفة، المركز الأول شحاني، المركز الثاني عاصفي، هجن زعبيل تصل أيضا أيضا أيضا، أراها مهمة لهجن زعبيل على المركز الرابع، واصلة مهمة، منطلقة مهمة، طائرة مهمة، ولكن الشحانية الحذرة 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 وسمحة العاصفة. هجن زعبيل مهمة مهمة، زعبيلي ولا عاصفي؟ عاصفي، هجن العاصفة، هجن العاصفة، سمحة العاصفة، سمحة العاصفة، تختطف الشوط المفتوح، هجن زعبيل تحاول، هجن الشحانية مع السلمية، ولكن العاصفة، ولكن العاصفة عصفت برئيسي الجداع في ميدان التحدي. العاصفة، العاصفة إلى دبي الناموس، إلى دبي، إلى أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس لهجن العاصفة. سلام سمحة سلام، العاصفة تختطف الشوط الرئيسي، سلام للعاصفة، سلام سلام لمالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لغيات الهلالي. المركز الثاني هجن زعبيل مهمة لهجن زعبيل مع راشد بن محمد بن مروشد. المركز الثالث أسلمية لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع الحذرة لهجن الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع. المركز الخامس، المركز الخامس الظبي لهجن المرقاب مع خميس بن سعيد الغوشري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وشهدنا معركة وشوط رئيسي حضرت هجن العاصفة في رئيسي البكار، منتزعة هذا الشوط، مهدية جماهير العاصفة في كل مكان هذا الناموس، فتهانينا والناموس سلام للعاصفة، سلام. قطعت المسافة في توقيت زمني مميز، 9 دقائق 4 ثواني، 76 جزء من الثانية، التهاني والناموس لهجن العاصفة ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثاني دخول فوتو فينيش بين مهمة وما بين إسلامية، ولكن مهمة لهجن زعبيل هي من انتزعت المركز الثاني، تهانينا والناموس لهجن زعبيل، 9 دقائق 5 ثواني 24 جزء من الثانية، التهاني والناموس لهجن زعبيل، وتهانينا للمضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثالث نفس التوقيت تقريبا، نفس التوقيت، 9 دقائق 5 ثواني 24 جزء من الثانية، التهاني والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للمضمر سالم بن فاران. هذه هي أشواط ميدان التحدي، والإثارة حاضرة ومتواجدة، وهذا ما يتمناه أيضا محبين هذه المؤسسات المنافسة التي نراها في أرضية الميدان. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تتواصل الأشواط الرئيسية، شوط القعدان المفتوح يستعد للانطلاقة، ويستعد زميلي واخي مطلق العنزي معلقا على شوط القعدان.